tout le monde. كما قلت لكم هذيك الفكرون شهرزاد تاع الطبخ الجزائري. بغيت نقول لك يا مدام سيت است عيطوا لي قالوا لي قولي لها بليز تعطينا 2000 يورو اللي تسال اللي سالوها لك 2000 يورو اللي سالوها لك تاع رمضان اللي فات. ما دراهم رمضان تاكليهم وطيح علينا خشينا اسوسياسيون كاريكاتيف ديتي لهم دراهمهم 2000 يورو يا اختي. وجاو لي البنات تاعك اللي يخدموا عندك مساكن ما عندهمش الاوراق علاش ما خلصتيهمش؟ علاه تحقري الوليات وما تحليش فمك باسكو بلي بروف تشاب. كنت حابه نقول لك سوسم بصح انت ماشي منا بون تشوف تشوف لاتر مي تشو لو سورا جامي. يا مشاركة القاع الريستوران هذاك اللي كنتي فيه ماهوش تاعك تاع ناصر هذه الاولى. تو ني با ان دكتور تو نا جامي فيني تي زيتود. وثاني فوالا بليز سورتو الوليات شوفي لاسوسياسيون هذيك بينك بينهم ميم تاكلي الناس في رمضان انت يا ربي ما تخافيش هذه دوكا فهمت. قال كل اشقر خبيث الا انت يا عمر وقيلا صح حاشا الشقر اللي عندي هنايا منتي انتيا ردي دراهم الوليات مساكن وليات وما عندهمش كواغط وهم برتي بهم وما تخلصيهمش الكوزينه العرق ندب الحريق حتى الربعة تاع الصباح تشديهم وما تخلصيهمش عبودية. انت يا الاولى تخري على بنات بلادك والريستورون عمره ما كان تاعك انت ما انت حياتك كلها في هف. حتى بقناة سميرة وشكاو منك يا الله الناس كل تشكي منك وطيحت لنا هنايا شغل بغيتي تولي سميشة ايه لا توصلي سميشة سيدة رزقي يا نمي ودرتي لها المال اعوذ سميشة تاع الجزائر زعما لا كلاس تحت السواهي الدواهي يا ماما. روحي 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 ردي دراهم ليتيمات المغبونات اللي ما عندهمش كواغط والله يستر يا ربي تاكلوا عرق الولاية خاصة اللي ما عندهمش الكواغط مساكن وطايحة وغير ما تقلقنيش سنو نجيبهم كاع نزدفهم لك هنا في الصالون وبلو وجوه يهضروا لك هي تشي داغ الحق نتاخ روحي طيري تشوفي عق